أول قضية من الألف، تفاصيل أول حكم قضائي ضد مرتضى منصور بعد رفع الحصانة. قضت إحدى المحاكم بالجيزة بإدانة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في أول قضية متداولة ضده، حيث إن عدد القضايا التي تم رفعها على مرتضى منصور قد تصل إلى 1000 قضية جميعها متعلقة بالسب والقذف. وأدانت محكمة العجوز الجزئية رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف لصالح رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس. كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق قد أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور وطلب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات. وجاء قرار المحكمة بالحكم على منصور بتغريمه 10,000 جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه لصالح عباس، ليكون أول حكم قضائي يصدر ضد رئيس الزمالك الأسبق والنائب السابق بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه. وأكد قانونيون أن الحكم الصادر من محكمة جناح العجوزة هو حكم أول درجة، ويحق لمرتضى منصور الاستئناف عليه أمام محكمة جناح مستأنف العجوزة. ومن المنتظر أن تتوالى الأحكام ضد مرتضى منصور خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن هناك قضايا متداولة ضده يتجاوز عددها 1000 قضية. وعقب سقوط منصور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، توالت البلاغات ضد رئيس الزمالك الأسبق في مخالفات وتهم مختلفة تنظر جميعها خلال الفترة الحالية أمام المحاكم، حيث إن هناك جناح متداولة ضده. مصدر قانوني في وزارة الشباب والرياضة علق على القرار الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بشأن الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طلب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. وتحدث المصدر، تقرير هيئة المفوضين الصادر جاء ضد قرار اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك الموقوف فقط وليس المجلس بأكمله، لأنه كان عبارة عن طعن من رئيس الزمالك على القرار السلبي من الوزير بعدم إعلانه بطلان قرار اللجنة الأولمبية الذي كان ينص على استبعاد مرتضى منصور من منصبه كرئيس للزمالك في ذلك الوقت وإلغاء توقيعاته المعتمدة وعقد انتخابات على منصبه. وأوضح المصدر أن وزير الشباب والرياضة لم ينفذ هذا القرار بالفعل، ولكن لم يعلنه كما كان يريد رئيس النادي المعزول، لأن قرار اللجنة الأولمبية كان مقسوما لشقين: الأول يحق لها منعه من دخول الملاعب وعدم حضوره أي فعالية رياضية، والشق الثاني بأنه ليس من اختصاصها إبعاده من منصبه كرئيس للنادي وإلغاء توقيعاته وعمل انتخابات.